الله بأي حقوق تتقدم على حق الدولة في قرارات السلم والحرب. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. وزير الدفاع وقائد الجيش يتفقدان المواقع العسكرية في رأس بعلبك ويطلعان على سير العمليات. حق للإعلام بلبنان يمر بخطر كتير كبير بسبب التطاول بالساتلايت والتطاول على الأرض. اجتماع بين حرب ومديري محطات التلفزة اللبنانية وتحذير من الواقع المرير للقطاع. الثوار في سوريا يحققون المزيد من التقدم في الزبداني. صباح الخير. تراوح الأزمة الحكومية مكانها، بل واشتدت في الساعات الأخيرة بعد إجهاض مسودة صيغة جديدة لعمل الحكومة. فقد كشفت مصادر وزارية للمستقبل عن التوصل إلى الصيغة بعد اتصالات جرت خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط سياسي، وهي تقول باعتماد النص الدستوري في اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء مع مراعاة الحساسيات الناتجة عن غياب رئيس الجمهورية. غير أن اعتراض مكونات اللقاء الوزاري التشاوري على الصيغة المقترحة سرعان ما أعاد الأمور إلى مربع الأزمة الأول بانتظار نجاح الاتصالات الهادفة إلى أحداث الانفراج المنشود حكوميا وفتح الباب تاليا أمام عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع. في غضون ذلك بقي الوضع الأمني على الحدود الشرقية محور متابعة دقيقة من قبل المعنيين. برز في هذا الإطار الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي إلى رأس بعلبك، حيث تفقدا مواقع الجيش واطلعا على سير العمليات العسكرية. بعد العملية النوعية التي نفذها الجيش في جرود رأس بعلبك، تفقد وزير الدفاع سمير مقبل يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي مواقع الجيش في المنطقة واطلعا على سير العمليات العسكرية، وأشادا بالتضحيات المتواصلة التي يبذلها العسكريون لحماية القرى والبلدات المتاخمة للحدود الشرقية من تسلل التنظيمات الإرهابية واعتداءاتها. وزير الدفاع أشار إلى أن الكفاءة القتالية العالية التي تميزت بها قوى الجيش أثبتت بما لا يقبل الشك أنه جيش محترف ومتماسك وذو عقيدة وطنية صلبة ونقية من سموم السياسة والفئوية والطائفية، ولا ينقصه سوى توفير المزيد من العتاد والسلاح النوعيين، آملا تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن. من جهته أكد العماد قهوجي أن لا مجال أمام الجيش سوى الانتصار على الإرهاب، لافتا إلى أن العملية العسكرية النوعية التي تكللت بالنجاح الباهر تأتي تجسيدا لقرار الجيش الحازم في محاربة الإرهاب وإبعاد خطره عن المواطنين، مؤكدا أن تأمين سلامة الحدود من التسلل والعدوان هو بمثابة خط الدفاع الأول عن وحدة لبنان وأمنه واستقراره. وكان الطيران المروحي التابع لسلاح الجو اللبناني قد حلق صباحا فوق منطقة البقاع وصولا حتى جرود رأس بعلبك، في وقت جددت مدفعية الجيش استهداف مواقع المسلحين بالمدفعية الثقيلة، وترددت أصوات القذائف في أرجاء قرى ومناطق البقاع الشمالي. أشاد وزير الداخلية أن هذا المشنوق بعملية الجيش النوعية، وقال بعد عودته من القاهرة أنه لولا شجاعة قائد الجيش العماد جان قهوجي لما كان حصل هذا الإنجاز، والأهم هو كيفية اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ولفت المشنوق للسفير إلى أن الخطط الأمنية في البقاع مستمرة ومستدامة، سيصار إلى التركيز على الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي بعد إنجاز الشق العسكري الأمني، وذلك من أجل توقيف المطلوبين ورؤوس العصابات، ووصف الوضع الأمني بالجيد. حمل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1701 إسرائيل تبعت مقتل الجندي الإسباني في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل الشهر الماضي، منددا بهجوم حزب الله في مزارع شبعة باعتباره انتهاكا خطيرا لوقف العمليات العدائية، وحذر من أن إساءة الحساب يمكن أن تؤدي إلى حرب جديدة لا يمكن الأطراف أو المنطقة أن يتحملوها.
وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أكد أن الإجراءات والمعدات المطلوبة لسلامة الطيران في مطار رفيق الحرير الدولي ستصبح جاهزة خلال 24 ساعة. تقرير رشا الحلبي. مطار رفيق الحرير الدولي آمن، والإجراءات المطابقة للمعايير الدولية في التفتيش والتدقيق ستصبح جاهزة في غضون 24 ساعة، فبعد تصنيف لبنان من ضمن الدول الأشد خطورة بالنسبة لتطبيق معايير الشحن من مطار رفيق الحرير الدولي، وبعد تبلغ شركة الطيران البريطانية بريتش إيرويز من سلطات بلادها بقرار وقف نقل البضائع من المطار اعتبارا من بداية آذار المقبل، عقد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر مؤتمرا صحفيا طمأن فيه أن كل المعدات المطلوبة لسلامة الطيران ستتوفر. نحن نرجع بنقول ومنأكد على التنسيق الكامل فيما بين الطيران المدني اللبناني والاتحاد الأوروبي تطبيقا لكل الاتفاقيات لكل القرارات، إن كانت القرارات والقوانين الوطنية أعني بها اللبنانية، أو الاتفاقيات والقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني. لذلك اليوم نحن طبعا راح يتزود مركز الشحن في مطار رفيق الحرير الدولي بآلات لكشف المتفجرات. الآلات متوفرة بالمطار هلأ رح ننقلها، وطلبنا من سعادة العميد قائد جهاز أمن المطار أنه يأمنوا لنا وقوى الأمن الداخلي يأمنوا لنا هذه الآلات لتنوضع في مركز الشحن. طبعا بنفس الوقت بالتنسيق مع الجمارك والأستاذ سامر في موضوع تدريب، وخلال 24 ساعة يعني الموضوع هذا منه، يمكن نقول تدريب ممكن البعض ممكن إعلاميا أو الرأي العام أو برا يفهمها بده وقت، لا خلال 24 ساعة بيتم التدريب على هذه الآلات اللي هي بيحصل الكشف. زعيتر أكد أن الاعتمادات اللازمة لتأمين الإجراءات أمنت إما من خلال الهبة السعودية التي قدمت للمطار أو من هبات وفرتها الحكومة اللبنانية. اعتبر رئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب محمد قباني أن مفتاح حل كل الأمور المتعلقة بمطار رفيق الحرير الدولي يبدأ بتشكيل الهيئة العامة للطيران المدني. وقال قباني للجمهورية: لا شك في أن هناك ثغرات في المطار كشف البعض منها أخيرا وزير الصحة والأشغال، ورأى أن المعالجة تتم من خلال تحويل إدارة المطار إلى القطاع الخاص وإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وإعطائها صلاحيات على غرار تلك الموجودة في طيران الشرق الأوسط وغيرها. دقت التلفزة اللبنانية الخاصة ناقوس الخطر الذي يهدد مسيرتها، وقررت التحرك من أجل درء هذا الخطر من خلال العمل على تحقيق عدد من المطالب أهمها خفض الرسوم والضرائب العالية المفروضة من الدولة. وضع الإعلام في لبنان من النواحي القانونية والتقنية والمالية هو العنوان الأساسي للاجتماع الذي عقد في وزارة الاتصالات مع الوزير بطرس حرب بحضور رؤساء مجالس إدارة 8 محطات تلفزيونية لبنانية. الاجتماع تطرق إلى جملة قضايا أبرزها ما يعاني منه قطاع الإعلام من مشكلات مالية وتعديات من قنوات أخرى، لا سيما فيما يتعلق بشركات الكيبل. رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال مقدسي تحدث باسم المجتمعين كاشفا أن هذا الاجتماع هو الثالث للمحطات التلفزيونية، ومؤكدا أن الوزير حرب طلب مدة أسبوع من أجل دراسة هذا الملف والإجابة عليه. للتلفزيونات حقوق لن تتنازل عنها بعد الآن، وسوف نقوم بكل الخطوات المطلوبة على الأرض للحفاظ على حق المواطن، حق شركة الكابل، ولكن المورد الأساسي لكل المواضيع هذه والإعلام ومحطات التلفزيونية هي المحطات التلفزيونية العاملة بلبنان. إذن حقها مقدس ويجب أن تستعيده بطريقة أو بأخرى. حق للإعلام بلبنان يمر بخطر كتير كبير بسبب التطاول بالساتلايت والتطاول على الأرض والتطاول ببعض المؤسسات التي تغطي نشاطاتها عن طريق مكاتب إقليمية على الأرض بينما هي فاعلة وتعمل على الأرض اللبنانية. مقدسي أشار إلى أن هناك خطوة ثانية باتجاه وزارة الإعلام عبر إنشاء ورشة عمل لطرح موضوع الساتلايت والكابلات من أجل استمرارية واستقلالية القنوات التلفزيونية وديمومتها وإنتاجيتها.
أكد الرئيس ميشيل سليمان أنه لابد من تزويد الجيش اللبناني بالسلاح المتطور للقيام بمهامه، مشيدا بالدور الذي يلعبه رئيس الحكومة تمام سلام في الحفاظ على الدستور. نوه الرئيس ميشيل سليمان بالدور الكبير للصحافة في هذه الظروف الصعبة، وأولها الإرهاب الذي يواجهه الجيش اللبناني رغم كل التعثر والنقص في العتاد والعتيد والأسلحة، وهو ما يؤكد ضرورة تزويده بالسلاح المتطور الذي يمكنه القيام بمهامه. كلام سليمان جاء خلال زيارته مقر نقابة الصحافة، مقدما التهاني بانتخاب النقيب عون الكعكي والمجلس الجديد. لن نجد رئيس حكومة أفضل من الرئيس سلام للحفاظ على الموقع المسيحي الأول هو الرئاسي وأهميته وحاجته. لن أجد بالمطلق، حتى لو أنا مطرحه يمكن ما قدرت أمن هذا الاحترام. نحن بأمس الحاجة إلى التوافق بين الثلاثة تمنيات اللي انبنت فيها الحكومة من أجل انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن. وما سمعناه من أنه منعمل ست مرجعيات، هذا غير دستوري، وهذا لا يحترم قيمة الناس الموجودين بمجلس الوزراء كوزراء، انه في ناس لهم حق بس ناس ما لهم حق. هذا امر يعيدنا الى خبريات العزل اللي كانت بالماضي بده ينعزل الفريق. لا، انا اكيد رئيس سلام ما بيقبل بهالموضوع. الرئيس سلام هدفه الانتاج. وإذ جدد رفضه تدخل أي فريق لبناني في الأحداث السورية، دعا سليمان اللبنانيين إلى توحيد جهودهم للحفاظ على الوحدة الوطنية. الكعكي من جهته شكر لسليمان زيارته، مشيرا إلى أنه يتأكد لنا يوما بعد يوم إلى أي مدى كان الرئيس سليمان مرتاح الضمير خلال فترة توليه السلطة، إن في قيادة الجيش أو في رئاسة الجمهورية. وتتابعون بعد الفاصل. أحمد الحريري يواصل جولته الأسترالية. أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري من أستراليا أنه بات لزاما على الجميع الكف عن المراهنة على هذا النظام وتلك الولاية والاقتناع بأن علاقته أقوى مع شركائه في الوطن. اختتم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري جولته في العاصمة الأسترالية كامبرا بمحاضرة ألقاها في جامعة أستراليا الوطنية عن تداعيات النزوح السوري إلى لبنان، وبسلسلة لقاءات عقدها في البرلمان الأسترالي المركزي مع كل من رئيسة مجلس النواب السناتور برونوين بيشوب، وزير الضمان الاجتماعي السناتور سكوت موريسون، والنائب فيليب برودوك. وكان القائم بأعمال السفارة اللبنانية في كامبرا ميلاد رعد أقام حفل استقبال في منزله على شرف الحريري والوفد المرافق، حضره عدد من سفراء الدول العربية، وتخلله بحث في التطورات اللبنانية والعربية والإقليمية وموقف تيار المستقبل منها. كما عقد الحريري اجتماعا مع ممثلي قوى 14 من آذار في المدينة، وزار المدرسة الإسلامية حيث غرس شجرة صنوبر باسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعاد الحريري إلى سيدني حيث شارك في العشاء السنوي لجمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية، وأشاد في كلمته بمدينة المني التي أحبت رفيق الحريري في حياته وفي استشهاده، وما زالت إلى اليوم على العهد والوعد مع الرئيس سعد الحريري. نبحث دائما على كل شيء بيسمع اللبنانيين، مثل ما بتعرفوا رئيس سعد الحريري دائما مندوبي، دائما بنا للمصالحة والمصالحة والمسامحة، وبنعتقد انه صار الوقت فيقنع الجميع بهيدي الحقيقة اللي هي حقيقة لبنان، وصار لازم يعرف هذا البعض انه علاقته بهذا النظام او بهيدي الولاية مش اكثر من علاقته بشركائه بالوطن مهما اشتد الخلاف معهم، وحتى يعرف نحن ناطرينه فاتحين قلوبنا، لأنه دعوتنا لكل لبناني مقيم ومختلف هي التمسك بالانتماء للبنان والتخلي عن الانتماءات الضيقة اللي بتتغذى منها الإرهاب والتطرف إلى مصيرين يواجهوا نحن وياهم في الاعتدال. بقى سقف لبنان، ورسالتنا دائما حتبقى رسالة رفيق الحريري إنه ممنوع نفقد الأمل.
وكانت كلمة لرئيس جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية هاني علم الدين في حضور راعي الأبرشية المارونية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربي، رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض، عدد من المسؤولين الأستراليين، رجال دين وحشد من أبناء المني والجالية اللبنانية. ومن سيدني انتقل الحريري إلى مدينة بيرث المحطة الثالثة من جولته الاغترابية في أستراليا. غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنهت الاستماع إلى إفادة الخبيرة الأرجنتينية بابيانا لوتشيوني التي خضعت لاستجواب مضاد من فرق الدفاع. تقرير شرب العبود. في اليوم الثاني من إفادتها أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خضعت الخبيرة الأرجنتينية بابيانا لوتشيوني لاستجواب مضاد من فريقي الدفاع المتهمين بدر الدين ومرعي. وقد أكدت أن نقاط الضعف في تقريرها الذي وضعته مع زميلها دانيال أمبروزيني هو الاعتماد على الصور الفوتوغرافية لإجراء المحاكاة حول الأضرار في المباني لا على مخططات هندسية، وكذلك الاعتماد على شبكة حسابية للتحليل. وقد تحدثت عن أخطاء في المحاكاة لكن ضمن هامش ضئيل، وهذا لا يغير الخلاصة بشكل كبير لأن الحفرة التي نتجت عن الانفجار سببتها عبوة كبيرة كما قالت. فريق الادعاء عاد وطرح بعض الأسئلة عن مواضيع أثارتها فرق الدفاع، وهنا أكدت الشاهدة أن صفائح الحديد التي أحاطت بفندق السان جورج وأن عدم اطلاعها على خرائط الفندق ومقاومة الإسمنت المسلح أمور لا تحدد مستوى الانهيار ولم تشكل عائقا أمامها وزميلها لدى أعداد التقرير، وبالتالي تم الأخذ بتقاطع 5 تحليلات مستقلة مما يحدد هامش الأخطاء. وكانت الجلسة قد استهلت بطرح الممثل القانوني للمتضررين عددا من الأسئلة على الشاهدة، وقد أفادت أن التفجير فوق الأرض يوقع مزيدا من الأضرار البشرية وفي المباني. رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري تؤكد أن مدرسة النساء عبد القادر سوف تبقى مشرعة الأبواب كما أرادها الرئيس الشهيد بإدارة مؤسسة رفيق الحريري وبشراكة ثابتة مع وكالة التعليم الفرنسي في الخارج ومع البعثة العلمانية الفرنسية. أكدت رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري أن مدرسة للساعة عبد القادر تبقى ضمن الإرث الكبير الذي خلفه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن العائلة التزمت بالحفاظ عليه ومواصلة أهدافه الوطنية بأبعادها كافة وفي طليعتها الأهداف التربوية والثقافية التي أولاها الرئيس الشهيد عناية خاصة ووضعها ركنا أساسا لمدرسة للساعة عبد القادر وسائر الصروح التعليمية والأكاديمية التابعة للمؤسسة. وجاء في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي: يهم رئيسة مؤسسة رفيق الحريري أن توضح في ظل الشائعات التي تم تناقلها عن مصير مدرسة للساعة عبد القادر أن المدرسة التي بذل الرئيس الشهيد رفيق الحريري جهودا استثنائية لإبقاء أبوابها مفتوحة أمام طلاب العلم يوم كادت أثار الحرب الداخلية في لبنان تهدد وجود هذا الصرح التعليمي والثقافي سوف تبقى مشرعة الأبواب كما أرادها من كان رفيقا للعلم ولطلابه، وبإدارة مؤسسة رفيق الحريري وبشراكة ثابتة مع وكالة التعليم الفرنسي في الخارج ومع البعثة العلمانية الفرنسية التي ستواصل تعاونها ومواكبتها للمشروع التربوي لمدرسة اللساء عبد القادر. ونوهت السيدة نازك رفيق الحريري بالدور الريادي الذي تؤديه المدرسة في الحياة الفكرية والثقافية في لبنان، وصفة إياها بالمؤسسة الرائدة في مجال المعرفة والثقافة والإبداع الفكري، وقد أثبتت على مر الأعوام أنها صرح راسخ في فلك التميز ومورد للنخب. وستبقى عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ملتزمة بالحفاظ على مشروعه وأهدافه ومستواه الرفيع تماما كسائر الصروح التعليمية والثقافية التابعة لمؤسسة رفيق الحريري. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. دعما للرئيس هادي، الإمارات والكويت تفتحان سفارتهما في عدن. في التطورات السورية اندلعت فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل الثوار على خطوط التماس كافة في المدينة القديمة في حلب. إلى ذلك قتل العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة ضمير بيري في دمشق.
الردود المنددة بخطف الأشوريين وتدمير وتدنيس أماكن عبادتهم صدرت من قاعة مجلس الأمن، حيث دان الأعضاء بشدة هذه الأفعال، معتبرين أن الجرائم تثبت مرة أخرى وحشية داعش المسؤول عن آلاف الجرائم والاعتداء ضد البشر من كل الأديان والأعراق والجنسيات ومن دون أي اعتبار للحياة البشرية. وحشية داعش تواجهها وحشية النظام السوري الذي استهدف منازل المدنيين في المناطق المحررة في حلب وريفها، وفيما تجددت المواجهات على محاور بشكوي وحندرات ومارع بين فصائل المعارضة وكتائب الأسد، شهدت جبهات ريف حلب الشمالي اشتباكات بين تنظيم داعش والمعارضة التي تصدت لهجمات عدة وأفشلت عمليات تسلل. هذا وأعلنت المعارضة في مدينة الزبداني سيطرتها على حاجزي ظهر القضيب والمزبلة بريف دمشق والانتقال في اتجاه نقطة دهور الوردة الاستراتيجية واغتنامها دبابتين وكميات من الأسلحة والذخائر. وتعد نقطة دهور الوردة منطقة حساسة لقربها من الجانب اللبناني وإطلالاتها على نقطة المصنع الحدودية. وأكد ناشطون أن النظام يقصف المنطقة بعنف خوفا من سيطرة المعارضة عليها، حتى إن بعض القذائف سقطت على الجانب اللبناني بحسب قولهم. وعلى الجبهات الجنوبية وفيما يواصل الطيران المروحي القصف بالبراميل المتفجرة على مناطق بصر الشام وبلدة جملة، أسرت جبهة الشام الموحدة مسلحا إيرانيا خلال مواجهات منطقة الشيخ مسكين في درعا. واعترف الأسير بأنه جاء إلى سوريا قبل عام برفقة 3000 مقاتل إيراني ضمن صفوف لواء الفاطميين التابع للحرس الثوري الإيراني لحماية المراقد الشيعية، فيما أصبحت مهمته قبل اعتقاله حماية العاصمة دمشق من الجهة الجنوبية. أكد ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف على أهمية التعاون الدولي في محاربة الإرهاب، وعبر في ختام زيارته إلى المملكة المتحدة عن ارتياحه لنتائج لقاءاته مع كبار مسؤولي الحكومة البريطانية. وأوضح الأمير محمد أن الزيارة جاءت من أجل بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات السياسية والأمنية وسبل تعزيزها، كما أنها تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين. قررت دولة الإمارات العربية المتحدة استئناف عمل سفارتها باليمن في مدينة عدن، كذلك فعلت الكويت دعما وترسيخا للشرعية الدستورية في البلاد الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته. رفعت قوات الاحتياط في الجيش اليمني حالة التأهب في صفوفها تحسبا لهجوم محتمل لمسلحي المتمردين الحوثيين على مقرها الرئيسي في معسكر السواد بمنطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، فيما تم وضع جميع ألوية قوات الاحتياط في جاهزية عالية. هذه الإجراءات أتت بعد التهديدات التي أطلقها زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي شن حملة انتقادات واتهامات طالت شخصيات وأحزاب يمنية ودولا إقليمية وعالمية، واتهمها بقيادة ودعم الجبهة المعادية لما سماه ثورتهم. وهاجم الحوثي في خطاب متلفز الرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب خروجه من صنعاء، فيما كان لحزب الإصلاح نصيب الأسد من الاتهامات التي تركزت في التحالف بينهم وبين تنظيم القاعدة. إلى ذلك يواصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعاته التي يعقدها في القصر الجمهوري في عدن من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة، بعد أن تحولت مدينة عدن إلى مقر لإدارة الدولة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي. وتأكيدا منها على شرعية الرئيس هادي، أعلنت دولة الإمارات العربية استئناف عمل سفارتها في اليمن من عدن، مؤكدة رفضها المطلق لانقلاب الحوثي. قتل المعارض الروسي البارز بوريس نيمستوف بالرصاص في وسط موسكو الليلة الماضية، كما أعلنت شرطة العاصمة الروسية. قالت الشرطة بحسب ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن مقتله تم على مرأى من العديد من شهود العيان. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. وزير الدفاع وقائد الجيش يتفقدان المواقع العسكرية في رأس بعلبك ويطلعان على سير العمليات. حق للإعلام بلبنان يمر بخطر كتير كبير بسبب التطاول بالساتلايت والتطاول على الأرض. اجتماع بين حرب ومدري محطات التلفزة اللبنانية، تحذير من الواقع المرير للقطاع. الثوار في سوريا يحققون المزيد من التقدم في الزبداني. نهاية النشرة، إلى اللقاء.